السيد طارق وهبي المحلل السياسي عبر الهاتف. سيد طارق، المدعي العام الفرنسي عندما تحدث عن شريف شيكات مجرم ستراسبورغ أوضح أنه له ملف جنائي وله أو عليه 12 جريمة وأنه أدين وهو ابن العاشرة، بينما تحدثت أوساط في فرنسا عن أنه قال الله أكبر أثناء إطلاقه أو رميه للرصاص. هل لديك تفسير؟ يا سيدي، المشكلة بدأت عندما ذهبت وحدات الشرطة لاعتقاله صباحا ولم يجدوه، وعندما ذهبت وحدات الشرطة في هذا اليوم كانت ترافقها ما نسميها الوحدات الخاصة التي هي تعمل بما نسميه يعني البطاقات المراقبة. هذا الشاب عندما علم بهذا الموضوع جن جنونه، وأكثر من ذلك عندما علم بهذا الموضوع علم أن أيضا أمه وأبوه قد اعتقلوا أو قد حجزوا بهذا لهذا لأخذ المعلومات. المشكلة الكبرى أن السلطات الفرنسية لم تعمل ما نسميه خطة أمنية مباشرة من تحركاته، وظل هذا الشاب حر التصرف حتى الساعة 8 مساء عندما ارتكب جرائمه وقتله لهؤلاء الأشخاص الأبرياء. إذن الموضوع فعلا هذا الرجل هو مجرم وليس له علاقة بأي موضوع بالمفهوم الإرهابي إلا ما صدر منه وهو عندما وأوقف هذا التاكسي وأخذ هذا التاكسي وأصدر يعني لم يعد يمتلك أعصابه أعتقد، وأصبح يقول أنه قتل 10 أشخاص وأنه يأخذ بثأره من إخوان من 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 الذين قتلوا السوريين وغيرهم. إذن الموضوع يا سيدي أن هذا الرجل وصل إلى مرحلة لم يعد يستوعب ما حصل معه، وهذا عدم الاستيعاب هذا أوصلنا إلى أن يقول الله أكبر، وكلمة الله أكبر ليست جرما ولكنها الآن للأسف في أوروبا أصبحت وكأنها دليل على جريمة. طيب أيضا سيد طارق، الآن وزير الداخلية في طريقه، وزير الداخلية الفرنسي تحرك من باريس في اتجاه ستراسبورغ، ما كل هذه الجلبة؟ يعني هو مجرم خارج عن القانون، تهور بالفعل، أطلق النيران، أردى 3 أشخاص قتلى طبعا قبل 48 ساعة. من الطبيعي أن يمسك به رجال الشرطة، سيما وأن سائق السيارة الأجرة أدلى بمعلومات غاية في الأهمية عنه، سيما وأن وزارة الداخلية بالأمس بثت صوره. صحيح، كل ما تقوله جدا صحيح، ولكن الموضوع أصبح موضوعا نفسيا في مدينة ستراسبورغ. لقد سمعنا من عدد كبير وبالتحديد من المستشفى المركزي هناك أن كمية الاتصالات التي قدمت إلى المستشفى وبالتحديد من أشخاص لم تستطيع أن تنام وهي خائفة بها، يعني أصبح الهم كبيرا للقاتلين هناك. والمشكلة الكبرى كنا نعتقد وكما تعتقد الشرطة أنه ذهب إلى ألمانيا وأن يكون له رفاق وأن تكون القصة أكبر من ذلك. للأسف يعني الوصول يعني الخاتمة كما قلنا أنه قتل في مستودع بسيط في الحي القريب الذي يعني من كل هذه المشاكل التي كانت بالقرب منه. أعتقد يا سيدي أن الموضوع هو بالنسبة للفرنسيين وبالتحديد للحكومة يريدون أن يوصلوا إلى نصر، وكأن الموضوع أنقذ ستراسبورغ من نهاية يعني قد يكون هذا الرجل ذهب ليجرم أكثر. طيب ستدفعني بكلامك هذا إلى سؤالي الأخير، يعني ربما أحاول أن أنتقي فيه مفرداتي. سأقول لحضرتك بحالة الرصد الزمني، كانت فرنسا تعاني أشد المعاناة من السطرات الصفراء، ماكرون كان في وضع محرج للغاية، ظهر فجأة في ستراسبورغ شاب، الآن تم إلقاء القبض عليه. السؤال هو هل تنقذ هذه الحادثة في ستراسبورغ أو تخفف الضغط عن ماكرون وعن قوة السطرات الصفراء؟ موضوع السترات الصفراء هو موضوع مستقل عن هذا الموضوع، ولكن المشكلة في فرنسا هو الارتباط الذي له علاقة بما نسميه الموضوع الأمني، بمعنى أنه من سيحرس كل هذه الاحتجاجات. والآن نعرف جيدا أن نهار السبت ستقوم مظاهرات، وبالتحديد أيضا سيكون مع هذه المظاهرات مظاهرات طلابية ومظاهرات نقابية، وقد دعا رئيس
حزب فرنسا الأبية السيد ميلانشون إلى أن يكون أيضا هو موجود ضمن هذه المظاهرات. طيب. يا سيدي المشكلة الكبرى أن اليوم في السترات الصفراء البعض منهم اقتنع بما قاله الرئيس. كويس. عفوا سيد طارق فقط. يلعب على. طيب طبعا عفوا بس يهمني كثيرا أن حضرتك بتشوف أنه ليس هناك أي رابط وأن حتى استراسبورغ لن تخفف الضغط ولن تقلل مظاهرات السترات الصفراء وغيرها. شكرا. أبدا يا سيدي. شكرا أستاذ طارق وهبي المحلل السياسي، كنت معنا من باريس عبر الهاتف، شكرا لك.